أنا ما بظن إنه فدية رح تسمع كلام توشار. رح روح أعتذر منه بنفسي. خالتي استني شوي، ما في داعي تتسرعي وتروحي لعندها. أنا واثقة إنه توشار رح يقنعها. فدية ما بترفض تسمع كلام توشار. يا خالتي نحن كلياتنا منعرف هذا الشيء، إنه كل ما صارت شيء مشكلة توشار كان هو الوحيد اللي يحميها لفدية. ليكي خالتي، بصراحة قلبي عم بيقلي إنه توشار هو الوحيد المناسب يكون شريك حياتها لفدية. توشار سندورة، إنه يكونوا أصدقاء هذا شيء، وإنه يتزوجوا شيء تاني. لا تخلطي هدول العلاقتين ببعض. ليك أنيس، إذا بيكونوا الزوجين أصدقاء فنحن شو بدنا أحسن من هيك علاقة؟ صح، بس نحن شلون بدنا ناخد قرار مثل هاد بدل توشار؟ نحن ما بنعرف حتى إذا هو رايد هالزواج وقبلان فيه أو لا. فكري خالتي، فكري بهذا الموضوع على رواق وادرسيه بكل نواحي. فدية بتعرفه منيح لتوشار، وهي بتسمع كلامه دائماً، ونحن كلنا متفقين على شغلة واحدة، إن توشار شخص كتير لطيف. إيه ما في أي لبس بهالشي سندورة، بس رجاكي تسامحيني، أنا ما قصدت إني أجرح مشاعرك أبداً، بس الكلام اللي قلتي لي خلاني أزعل من كل قلبي. توشار شرح لي الموضوع أكتر، وصدقيني يا أمي أنا عجبت أعرف غلطي. بترجاكي تسامحيني. تفضلي. هلأ ما بقي عنا غير مسألة موافقة توشار. شيراك، انت كتير بتحب الفواكه ما هيك؟ ليك شوف جبت لك معي فواكه كتير لألك مشان تاكلهم. انت كمان رح تتركيني شي يوم ما؟ مثل ما عملت سهانة من قبل. مين سهانة؟ هي بتكون حبيبته. وانتي عن جد وشك بيشبهها كتير، يعني طالعة مثلها تماما، مشان هيك هو زعلان.